السلام عليكم. احنا دابا حدا اكسيون اليوم 25 فبراير، ندخلو نشوفو شنو هو الجديد اليوم. كاين هاد الديكور هذا ديال الحديد كيدير 5.95 سنتيم، هذا اللي كبر منه كيدير 10.95 سنتيم. هانتوما كيفاش تشوفو لانو دايرو كيفاش، وكاينين حتى هادو، حتى هادو مزيونين. هادو كيديرو البنات 4.99 سنتيم، فيهم جوج ديال لي موتيل، كاين على هاد الشكل هذا وكاين هادو. خلاص من الداخل راه كاين كاين هادو لي كبارين كبارين بزاف، كاع كيديرو 9.95 سنتيم، وفيهم 18 × 18 × 45، يعني راهم كبارين. كاين تاني هاد الشكل هذا، هادو ديال الدجاج، الثمن ديالهم حتى هما تقريبا 10 أورو. كاين حتى فهاد اللوين هذا، هو خلاص كاينين هاد اللون هادو. هادو كيكونوا بالحجيرات، هادو ديال البلاستيك، كيديروا 1.99. كاين هاد النوع هذا ديال الحديد، يديرو 5.98 سنتيم. بعد شويه باش تشوفوه مزيان، كاينين هادو حتى هما ديال الشميعات، جبت وحده باش تشوفوها مزيان، تحط فيها شميعه لداخل، كدير 3.95 سنتيم. احطها مزيان قبل ما نطيحها. كاين هادوم، كاين هذا في الدوغي، كاين تاني في هذا الشكل هذا، حتى هذا زويون، كاين في الكحل وكاين في الدوغي. هذا كيدير 7.49 سنتيم، هذا هو الدوغي ديالو، لكن الدوغي يعني كيجي شويه بحال تقولوا محكوك. وهنا خلاص كاينين هاد الشميعات هادو اللي كيديرو 1.99. كيف اللوينات، كاين ارجنتي، روزي، روز. هاد البلاطويات هادو كيديرو 6.98 سنتيم، ولكن المشكل ديال هاد البلاطويات هادو كيف ما كتشوفو كيتقشرو. يعني كاليتي خير. كاين هاد النوع هذا الدجاج ديالو رقيق بزاف، كاع المهم رقيق بزاف، ولكن الديكور ديالو جاي مع هاد الكرد هذا، الصراحه كيجي زويون. ها انتما كيف ما كتشوفوا كيتحط على هذا الشكل هذا، يعني كديري فيه واحد الغريس لداخل ولا كتحطيه ديكور. هذا الثمن ديالو 3.95 سنتيم. كاين هذا تاو كيكثر هاد الديكور هذا،
هادو كيديروا 8 اورو و 49 سنتيم زوينين صراحه. كاين هذا ديال الخشب على ما اظن، ديال الخشب هذا، ومن هنايا ديال الحديد باس فيها هنايا الدجاجه هادي، هذا كيدير 11.95 سنتيم. المهم هادو ما كتشوفوا معايا كل حاجه والثمن ديالها، هادو خلاص ديما كيجيبوهم يعني ماشي شي حاجه لي جديده. الثمن ماشي خشب، ماشي صراحه ما عرفتش، بلاستيك ولكن فريمون ثقيل، ولكن اللي ثقيله فيه ماشي هذا، يعني هاد الخشب على ايش مدلس. هادي ما دايرينش ليها الثمن ديالها. كاين هاد الديكور هذا ديال من هنا كادر ديال الخشب، وهذا ديال الحديد كيجي على هذا الشكل، كيدير 4.99 سنتيم. كاين هذا، شوفوا الديكور، شوفوا على الديكور، اول مره تنشوف ديكور على هذا الشكل، هذا فكرون اللي انا كنديرو فكرون ديكور. نحاول ندور لكم واحد. المهم الثمن ديالو كيدير 3.98 اورو، غنجبد واحد باش نوريكم. ثقيل 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 بزاف، نحطو هنا باش نوريكم. المهم كيف ما شفتو من هنا راه داير بحال هكا، باش كندوروه فكرون. جاكم البنات هاد الديكور هذا؟ المهم اللي عجب هاد الديكور تخلي ليا في الكومونتير قولوا لي واش عجبكم. زوينين كيجيو على هاد الشكل هذا.